القرار ده بيسموه decision making. هنا يتم في هذه المنطقة اتخاذ القرار. هنا ده خطير جدا طبعا. يعني احد اساتذتنا القدامى كان يقول لنا ان الانسان ما هو الا مخ، والمخ ما هو الا القشرة المخية، والقشرة المخية ما هي الا البريفرونتال كورتكس اللي هي القشرة الجبهية. يعني هي دي اهم، هي دي الخلاصة، هي دي اهم ما في الموضوع. طيب تعالوا نشوف بقى أهمية القشرة الجبهية دي واتخاذ القرار، أهميتها من منظور الدين والإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه دايما؟ يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا لما أؤمن بالله وأجي أعمل صالحا، يعني إيه أعمل صالحا؟ أتخذ قرار إن أنا أقوم أتوضى وأصلي، أتخذ قرار إن أنا أقول الصدق، أتخذ قرار إن أنا أصوم، وهكذا إلى آخره. يعني إلى آخره اتخاذ هذا القرار هو ده العمل الصالح. أين يتم؟ هنا في مركز اتخاذ القرار، الوظائف الإدارية العليا في الجبهة أو القشرة الجبهية. يتم هنا اتخاذ القرار. كل الأعمال اللي بنعملها بندرك ونفهم ثم نتخذ القرار من هنا، وتأتي تنزل الأوامر من هنا إلى بقية أعضاء الجسم حتى نعمل العمل. ممكن اخد قرار ان انا اصلي، اروح اعمل كده، او اخد القرار هنا تنزل الاشارات الى الجهاز الحركي، اقوم من سريري واتوضى واصلي. ممكن اخد القرار هنا ان انا مش هصلي، تقوم لا يعطي اشارات الى الجهاز الحركي وهفضل نايم في سريري ومش هصلي. اخد قرار ان انا هقول كلمه الصدق، تقوم اخد القرار هنا تنزل الاشارات الى المنطقه المحركه للسان فيتحرك لساني بالصدق. خدت قرار ان انا اكذب، نفس الكلام، يؤخذ القرار هنا ثم تذهب الاشارات الى اللسان فينطق كذبا، وهكذا. جميل جدا. طيب هذه المنطقة ربنا سبحانه وتعالى بيسميها الناصية. الناصية، الناصية، لان هي فعلا ناصية الانسان يعني. وربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. هنا ربنا يوم القيامة هيشد الكافر من ناصيته، ها، ويلقيه على جهنم على وجهه. وربنا بيزم هذه الناصية، هذه المنطقة كلها.